أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم أبرز العناوين. التعاضدية لعمال موظفي الإدارة العمومية تبرم اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للطنطان من أجل تطوير النظام التعاضدي وتسهيل ولوج المنخرطين. وتواصل منافسات الفروسية التقليدية اليوم الثاني على التوالي في إطار فعاليات مهرجان أسبوع الجمال في دورته السادسة. والورقة الفنية للنشرة اخترناها لكم من السهرة الغنائية التي نظمت ليلة أمس بمدينة سيدي إفني في إطار فعاليات مهرجان البدينة. وفي الرياضة، مدينة العيون احتضرت مساء اليوم مباراة نهائي كأس العرش في رياضة الريغبي بين فريقي مولودية وجدة ووداد قلعة السراج. أهلا بكم. من أجل تطوير النظام التعاضدي وتسهيل ولوج المنخرطين وذوي الحقوق الخدمات الصحية، أبرمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للطنطان تمكن من توفير وحدة إدارية وصحية واجتماعية بالإقليم، وحدة هي الثانية التي ترى النور بالأقاليم الجنوبية التي توفر للمنخرطين خدمات صحية واجتماعية. حفل التوقيع حضره عامل الإقليم حافظ محضار عبد الرحيم حاج. بموجب هذه الاتفاقية بين المجلس الإقليمي لطنطان والتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، يضع الطرف الأول رهن إشارة التعاضدية العامة مقرا من أجل إيواء وحدة إدارية واجتماعية وصحية للمنخرطين. التعاضدية ستقوم بدورها بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الضرورية التي كانت حكرا على المنخرطين بالمركز بالعاصمة الرباط. اليوم كان حقه واحد إنجاز في ميدان ديال تقريب الخدمات الصحية بالنسبة للمواطنين ديال إقليم طنطان، وذلك بتوقيع اتفاقية بين التعاضدية العامة ورئيس المجلس الإقليمي اللي كنحييهم وكنشكرهم ومعهم السلطات وعلى رأسها السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم، حيث أنهم سهلوا لهذ المواطنين اللي هما خدام الدولة باش تقرب لهم الخدمات الصحية اللي هي كانت حكرا على المركز اللي هو الرباط. واليوم هذا المواطن غادي يتهنى من مشق السفر، وغادي يتهنى كذلك من خسائر اضافيه، وغادي تحقق له واحد الخدمات الصحيه قريبه منه. وهذه الشراكه كتنصب في خلق واحد العياده ديال الاسنان والمجالات الفحوصات الطبيه الاخرى من العيون والى غير ذلك. هاد الشراكه احنا المجلس الاقليمي مستعد انه يمشي مع التعاضديه ويساعدها على اساس انها توفر المجال لجميع المنخرطين اللي هما موظفين ديال المدينه. السعاده هذا اليوم بهذه الاتفاقيه هذه اللي كانت بشراكه بين المجلس الاقليمي لطنطان والتعاضديه العامه للاداره العموميه اللي يستفاد منها جميع المنخرطين التعاضديه العامه، واللي تخص انشاء عياده طبيه خاصه بالاسنان وعياده طبيه متخصصه متنوعه بخصوص الافطام ديال طب العيون والزغال ديال الانف والحنجره. مبادره اذا تساهم في الرفع من مستوى التغطيه الصحيه للموظفين، وتضع حدا للمتاعب التي كان يكابد هؤلاء بحثا عن العلاج بالمركز بالعاصمه الاداريه للمملكه. في الشأن الثقافي، تتواصل بإقليم ولليوم الثالث على التوالي منافسات الفروسية التقليدية في إطار فعاليات مهرجان أسبوع الجمل في دورته السادسة الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة. منافسات تراثية تستقطب الآلاف من ساكنة المنطقة التي تحج يوميا لساحة العروض للاستمتاع بهذه الفقرات التراثية المتجذرة في الذاكرة. حافظ الحضار عبد الرحيم حاجي والحنفي بيب. حشود كبيرة من ساكنة إقليم غصت بها جنبات هذا الفضاء الذي خصص لمسابقات الفروسية التقليدية، مسابقات لها حضورها في مخيال وذاكرة أبناء المنطقة الذين تساويهم إلى درجة العشق. هذه المنافسات التي تعكس علاقة متجذرة بين الإنسان والفرس، علاقة تتجسد من خلال قوة المشاركة في هذه التظاهرة، حيث تحضر قرابة 20 فرقة للخيالة تمثل كافة الجماعات الترابية بالإقليم. Thank you.
المهرجان تبارك الله في المستوى، والناس الحمد لله جات من كل بلاصة، والفراق ديال الخيل، وهذا العام تبارك الله فتبارك الله فيه قوة الفراق تبارك الله ديال الخيل، والناس مستبصره والسيوم ما شفت حسون زين زين تبارك الله ما شاء الله. ملعب زين تبارك الله ياك سمعت، وجا الشباب من كل بلد من كل اقليم، جا الشباب هون تبارك الله والحمد لله ما شاء الله، ونبغوا تم دائما الحالات زينة تبارك الله ياك سمعت، وعاش المليك. مهرجان تبارك الله زين يعدلو كل عام، غير تبريده زينة وصاقات كاملين تبارك الله ياسرات زينة. والله تبارك الله زين، تبريده عجبتنا والبل هذا زين تبارك الله، والنهار زين راسي تبارك الله زين تبارك الله ما شاء الله، وإن شاء الله هذا المهرجان زين هذا العام تبارك الله زين، ورانا حامدين ولا مشاكل الحمد لله. هو المهرجان تبارك الله دعمنا 100% بالنسبة للجمعيات، الجمعيات ديال التوريد الحمد لله، وبالنسبة لسمتو للسلطة تبارك الله متعاونوا فيه، وكلشي متعاون الأيد فريد الحمد لله، كلشي ناجح 100% الحمد لله، وهذا كنفتخر به ونفتخر به أنا والزقليمين. بصراحة والله كلشي زين تبارك الله ومعدل، والخيل زين وكاع تبارك الله مقدل ومنظم الحمد لله، كلشي زين وتبارك الله ما شاء الله. مشاركة هذا الزخم من الخيال في هذه المسابقات المسطرة في سياق برنامج هذه التظاهرات الثقافية السنوية تكرس سعي المنظمين لصون هذه التعبيرات التراثية المتجذرة في الذاكرة المحلية، هو حافز أيضا للمهتمين بركوب الفرصة للحفاظ على هذا الإرث الثقافي الذي تشتهر به المنطقة. الحمد لله هذا المهرجان زين ومنظم الحمد لله، وكيف ما تشوفوا حتى الجمهور مسمونك بهالتريبين اللي مدار وبهالتنظيم، الأمور زينة والحد ساعة الحمد لله كل شيء زين، وفيه البل والخيل، ويا ربي رانا حمدناك، الملعب زين يرتش الغبرة ما كاينة، الحمد لله كل شيء زين والأمور الحمد لله ماشية بخير وعلى خير. السواق الحمد لله ديال الخيل جاوا من كل بلد، جاوا من جميع جهات قليم واد نون، جاءوا مولي من المناطق في الجهات الأخرى، والحمد لله الأمور ماشية بخير وعلى خير في أحسن تنظيم، ونتمنوا هذا كامل على العمان الجاي إن شاء الله. مسابقات تراثية إذن لها مكانتها وحضورها القوي في ذاكرة ووجدان أبناء المنطقة، مكانة يعكس هذا الإقبال القياسي لساكنة الإقليمة على هذا الفضاء لمتابعة هذه العروض التي تستمر على امتداد 5 أيام من عمر هذه التظاهرة، التي تعد من أهم الأحداث الثقافية والفنية بعموم الأقاليم الجنوبية. ثقافيا دائما وفي إطار الأنشطة المخلدة للذكرى 17 لعيد العرشية المجيد، نظمت مؤسسة أموكار بالطنطان بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة وعمالة الإقليم سباقا للهجن بحلبة السباقات بجامعة بن خليل القروية، منافسة تندرج في سياق حفزي المهتمين بهذه السباقات للإعداد الجيد لمختلف المنافسات المقبلة. حافظ محتار، محمد نوار، ويونس ميعاد. وسنعود لهذا الموضوع إن شاء الله في سياق هذه النشرة. في الشأن الثقافي، تم يوم أمس بالمركز الثقافي الكنفي بالعيون افتتاح مكتبة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها الأفقي لسنة 2015، وتعنى هذه المكتبة بجمع المخطوطات والحفاظ عليها وصيانتها. محمد فارس صالح الكيفي. تضم هذه المكتبة بين رفوفها مجموعة من الكتب والمخطوطات الهامة والتي تبرز ملامح أساسية من الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمناطق الصحراوية في مراحل تاريخية متعددة، تراث غني ومتنوع لا يزال عرضة للاندثار والزوال، ولا سبيل للحفاظ عليه إلا من خلال القيام بمثل هذه المبادرات والتي ترتكز على جوانب علمية وتكنولوجية متطورة. هذه المكتبة تضم عدة مقتنيات هامة وثمينة ونادرة، حوالي 100 مخطوط مستنسخ ومغلف تغليف جيد، تضم مواضيع علمية مختلفة تتعلق بالفقه والتصوف والتاريخ منطقة الصحراء، وكذلك علم الفلك والرياضيات، بالإضافة إلى بعض الكتب الأخرى اللي عبارة عن موسوعات علمية وفقهية وأدبية تساعد الباحثين في تحقيق وتنقيح هذه المخطوطات. طبعا المكتبة مفتوحة أمام الجمهور، وهذا التراث
ما لا يختص بمنهج دون آخر ما يتعلق بحياة الإنسان، سواء منه العلمية والفكرية والطبية والفقهية. هذه المكتبة إن شاء الله ستكون نواة لمستقبل الله أدرى بما انتهى، وأملنا فيها أن تكون إن شاء الله ناجحة، لأنها مما يرى أنها ولله الحمد قد نجحت، ليس أنه أمل سيكون أو لا يكون. هذه المكتبة تتوفر الحمد لله على مخطوطات وعلى متون واسعة، موسوعات تشمل كثير من المواد، قراءة ونص وشرح وفقه ولغة وطب. يشتغل المركز على مجال التراث والثقافة المحلية من خلال جمع المخطوطات والحفاظ عليها وصيانتها حماية للذاكرة، وحرصا على إطلاع أجيال الحاضر والمستقبلي على ما يختزنه الموروث الوطني والمحلي من نفائس وكنوز تعنى بشتى المجالات والميادين. الورقة الفنية للنشرة اخترناها لكم من السهرة الغنائية التي نظمت ليلة أمس بمدينة سيدي إفني في إطار فعاليات المهرجان المدينة، حيث كان جمهور المهرجان على موعد مع الفرشة. روبورتاج لعياد سرتي ومحمد مشنان. تعددت الفرق الغنائية المشاركة ضمن أمسيات قوافل سيدي إفني في طلعتها السابعة، مزيج ما بين الطرب الحساني والأمازيغي يعكس الغنى والتنوع الثقافي كما التناغم الذي يميز المنطقة. هاي ما أول مرة أني شارك في مهرجان قوافل لإفني، وهاي ثاني مرة، والحمد لله كان المهرجان زين، والجمهور جبرنا الجمهور تبارك الله ما شاء الله متفاعل معانا، ويعني وصارت تبارك الله تخطى الزينة ما شاء الله، وكان كل شيء يعني زين ما شاء الله. ونجم ليلة المهرجان الفنان سعيد مسكير قادم من مدينة الدار البيضاء ليطرب جماهير قوافل سيدي إفني بآخر إصداراته الموسيقية. سيدي هائل هائل بهذا الجمهور هذا الزوين تبارك الله عليهم، وحنا دائما راه الاشاره اي فيستيفال ولا شي حاجه كنكونوا حاضرين. اول مشاركه ديالي في قوافل والحمد لله كانت بزاف بزاف، حتى التفاعل ديال الجمهور اللي كان هاي كلاس، ولا الحبيب امي ولا ساكن كتابي ولا العز ولا دقه دقه ولا عبد الرب كيغني كاع لي شونسون ديالو الحمد لله. هي تظاهرة سنوية تجمع ما بين الثقافي والترفيهي والفني، أكسبت المدينة إشعاعا جهويا ووطنيا. أعتقد على أن مهرجان حقق هدفه الأساسي، وبالضبط أنه استطاع أن يجعل نفسه موعدا سنويا تنتظره ساكنة مدينة سيدي إفني كل سنة. كذلك مهرجان حقق هدفه المتمثل في جلب أكبر عدد من زوار المدينة، إضافة كذلك إلى استقطاب جمهور مدينة سيدي إفني إلى منصة قوافل. وتستمر فعاليات المهرجان في خلق الفرجة لساكنة المدينة وزوارها، فنحن في موسم الاصطياف، تظاهرة جعلت المدينة قبلة سياحية وثقافية وفنية. رياضيا احتضن ملعب مولاي رشيد نهائي كأس العاشر للرجبي بحضور والجية العيون الساقة الحمراء والسلطات المحلية والمنتخبين ورئيس الجامعة الملكية المغربية للرجبي. المباراة النهائية تميزت بالندية بين فريقي مولودية وجدة ووداد قلعة السراغنة. ملخص لأهم أطوار هذه المقابلة مع محمد بتاح ونيمان مغيفري. الكأس الفضية للرجبي تحط الرحال بمدينة العيون ليبدأ التنافس لنيلها بين فريقي وداد قلعة سراغنة ومولودية وجدة، والتي أشرف عليها والي ولاية العيون الساقية الحمراء والسلطات المحلية والمنتخبين على إعطاء انطلاقة المباراة النهائية بين فريقين لهم تاريخ كبير على الصعيد الوطني في هذا النوع الرياضي. وكانت النتيجة متقاربة بين الطرفين اللذان قدما طبقا كرويا للجماهير التي أتت لمشاهدة أول مباراة للرجبي بالأقاليم الجنوبية، والتي آلت نتيجتها النهائية بتفوق فريق مولودية وجدة ليصعد لمنصة التتويج كبطل لكأس العرش. فرحة صراحة لا توصف، وخاصة في الأراضي ديالنا
المملكة المغربية، والله ينصر سيدنا. وصراحة المقابلة كانت صعبة شوية، ولكن الحمد لله الإخوان كانوا رجال في الملعب وربي وفقنا، وإن شاء الله بقي لنا واحد مقابلة أخرى هي نهاية البطولة للأسبوع المقبل، ونطلب ربي يوفق الجميع. أنا الفرحة ديالي كبيرة اللي كنقولها لكم في الإذاعة الجهوية ديال العين والتلفازة، هي أنه المقابلة مرت في جو رياضي هائل اللي كنا نتخوف على أساس أنها توقع شي حاجة. الحمد لله كنشكر قلعة السرغنة جزيل الشكر الروح الرياضية ديالهم، واليوم برهنوا لي على الروح الرياضية ديالهم في هذا الماتش. كنشكر مولودية وجدة كذلك على الروح الرياضية ديالهم. مر المقابلة مرت في جو هائل من 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 اللياقة لا البدنية ولا التربوية. الحمد لله شرفونا هاد الوليدات اليوم وعطاو الحضور هنا اللي كان عطاوهم بانهم راها رياضة الركبي يمكن تلعب في هاد اللي كان يدي عليها شي فكرة على اساس انها عنيفة، اليوم اتضح على اساس انها رياضة الركبي يمكن لعبها اي شاب واي شابة في اجواء رياضية طبعت الاخوة بين الفريقين. اختتمت هذه التظاهرة بتكريم مجموعة من الفعاليات اضافة لتتويج الفريقين البطل ووصيفه، وكذلك تخرج مدينة العيون فائزة بحسن التنظيم لهذا العرس الكبير. وكما أشرنا لذلك وفي شأن الثقافي وفي إطار الأنشطة المخلدة للذكرى 17 لعيد العرش المجيد، نظمت مؤسسة أموكار بالطنطان بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة وعمالة الإقليم سباقا للهجن بحلبة السباقات بجماعة بن خليل القروي. منافسات تندرج في سياق حفز المهتمين بهذه السباقات للإعداد الجيد لمختلف المنافسات المقبلة. عاصم حدار محمد نوار ويونس معد. أزيد من 130 متسابقا شارك في هذه المنافسات التي تسعى إلى تشجيع ممارسي هذا النوع من السباقات التراثية وإعدادهم لمختلف المنافسات القادمة. تظاهرة تندرج في سياق استراتيجية مؤسسة المجار التي تدير موسم الطنطان الدولي للحفاظ على هذه التعبيرات التراثية التي يقبل عليها أبناء المنطقة. منافسات توزعت على 10 أشواط حيث تضم كل مجموعة 14 متسابقا. إعطاء انطلاق سباق الهجن بتعاون مع جميع الجماعات الترابية لإقليم طنطان والمديرية الإقليمية للفلاحة والغرفة الفلاحية. هذا السباق الذي ضم 10 مجموعات، تقريبا كل مجموعة تحتوي على 14 متسابق، وطبيعة الحال منظمة على جميع أقاليم الجهة. تم التسجيل فيه 130 متسابق واللي اللي هي بعض منها 10 أشواط، واللي كل شوط كتنصد منه 10. وبطبيعة الحال هذا جاء في إطار الاستعدادات للموسم الجاي، واللي كاين تنسيق مع الإمارات على أساس أنه تندار مجموعة من السباقات على طول السنة. وإحنا الآن بعد المقار قررنا باش ننطلقوا في العمليه اللي اتفقنا فيها مع الامارات. المنافسات التي دارت في حلبة المغلقة ضمن الفضاء يعد اليوم من أفضل مدارات السباقات بالأقاليم الجنوبية، والتي ستشكل عاملا مساعدا على الإقلاع بهذه المنافسات التراثية وحفز المشاركين والمهتمين على الإقبال أكثر على هذه السباقات. احنا شاركنا في السباق الحمد لله وجينا احنا فيه الأولين والثانيين، وشلنا فيه جوائز يعني جيدة. وبالنسبة لنا احنا الحمد لله داعمين لهذه الجهة دائما النبوء عنها في السباقات، ومنين قاع هذا العام تعرف زادتنا الإمارات هذا الحلبة اللي الله يجازيها كلفتها تكلفت بها وتكلفت ملي بجوائزها وسباقات فيها، واحنا فعلا هذا شجعنا وزاد طموح للساكينة. هذا ولدي وانا اللي كان علمه هالشي، والحمد لله بغيت يعود يشارك بغيت يعود يتعلم وتمديم الحمد لله وراه فاز انه باش هو الاول والحمد لله وشاكرين وبغيناه ديما يتم كيفاه. جوائز تحفيزية خصصت للمشاركين في هذا الحدث التراثي، خاصة الفائزين في مختلف أشواط هذه السباقات. تظاهرة ينتظر أن تعقبها منافسات مماثلة بشكل دوري تحتضن هذه الحلبة ذات المواصفات العالية، وذلك في إطار تأهيل وحفز المهتمين بهذه المسابقات. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم هبدة والصالح والمحجوب والحويمد
الفقيد ينتمي لقبيلة يقود. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في تقرير لمحمد لمين الجارح. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية المساء وكتبت: تسبب موقف نواكشوط الأخير من الطلب الذي تقدمت به بعض الدول الإفريقية لتعليق عضوية البوليساريو بالاتحاد الإفريقي تسبب في تخفيض بعض أصدقاء الرباط لتمثيليتهم في القمة العربية التي تحتضنها موريتانيا. ووفق ما جاء في المساء فقد اعتذر عدد من الملوك والرؤساء عن حضور القمة العربية ساعات قبل انعقادها، كما غاب بعض الحلفاء الذي راهن عليهم النظام الموريتاني لإنجاح القمة، فيما اكتفت المملكة العربية السعودية بإفادة وزير خارجيتها للمشاركة في القمة، وكانت السلطات الموريتانية تسعى إلى مشاركة الملك السعودي الذي يوجد حاليا في مدينة طنجة. أما المغرب فخفض تمثيليته في اجتماع وزراء الاقتصاد والتنمية الذي نظم يوم الجمعة الماضي بعد غياب وزير الاقتصاد والمالية عن الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط. كما اعتذر الرئيس المصري السيسي بدوره في آخر لحظة عن حضور القمة العربية بعد أن كان قد أكد حضوره. أما صحيفة الأحداث المغربية فكتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين: حملة تطهير واسعة تشهدها القيادة العليا للدرك الملكي شملت لحد الآن توقيف 36 دركيا من مختلف الرتب، من بينهم القائد الجهوي للدرك الملكي بغليميم الذي تم إعفاؤه من مهامه. وذكرت الأحداث المغربية بأن الحملة شملت دركيين من رتب مختلفة يعملون بمراكز وسريات غليميم وطنطان وإفران الأطلس الصغير وبمناطق سوس. صحيفة برلمان كوم كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: تحتضن مدينة غليميم الدورة السادسة لمهرجان وادنون السينمائي من 23 إلى 26 نوفمبر من سنة 2016. التظاهرة تتضمن مسابقة للأفلام السينمائية القصيرة مفتوحة أمام المشاركات المغربية والعربية والدولية، إلى جانب عروض خارج المسابقة ضمن فقرة البانوراما وماستر كلاس المهرجان، فضلا عن ورشات تكوينية وموائد مستديرة وندوات ولقاءات تتطرق إلى مواضيع تهم السينما، وكذلك معرض للفن التشكيلي ومعرض للصور الفوتوغرافية. ويسعى مهرجان وادنون السينمائي باعتباره حدثا ثقافيا إلى إتاحة الفرصة للمخرجين المحترفين والهواة لعرض أعمالهم السينمائية للجمهور. ومن صحيفة آخر ساعة نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين وكتبت: وضع تقرير دولي حديث يهتم بتصنيف أسعد الدول في العالم المغرب في المرتبة 33 عالميا من أصل 140 دولة. وذكر التقرير أن المغاربة أسعد من الفرنسيين والأمريكيين. وكشفت آخر ساعة بأن التقرير كشف أن المغاربة وبحسب المؤشرات الموضوعية يعتبر من أسعد شعوب الدول العربية. صور نهاية النشرة اخترناها لكم من مدينة غليميم التي تعيش على إيقاع مهرجان أسبوع الجمل الذي يضفي سحرا خاصا على هذه المدينة. الصور بعدسة الزميلين عبد الرحيم حاجي حنفي بيبة والتوضيب لأحمد سالم الكاني.
كما نتابع لحظة صورا من مدينة سيدي إثني، الصور بعدسة الزميل محمد مشنان والتوظيف للزميل نذيف وشالك. نصل الآن إلى الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الطقس سيكون حارا بالمناطق الجنوبية. درجة الحرارة نستهلها من مدينة الرباط و 32 درجة. سيدي إثني 23، 43 درجة بقليميم، 45 بأسة، 43 بالزاك، 32 درجة بالطنطان، 29 درجة بالطرفاية، 41 درجة بالسمارة، بكراع 37، العيون 43، قلسة زمور 41، مدريقة 41 درجة أيضا، وأو السرد 26 درجة بالداخلة، 25 درجة بالقوير. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قليل الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:15، أما الغروب فسيكون على الساعة 8:41. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 25 درجة بنوادي بوي، 32 درجة بنواكشوط، زويرات 41 درجة، 44 درجة بتندفة. نشرتنا لليلة انتهت، وهذا تذكير لأهم ما جاء فيها. التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تبرم اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي لطنطان من أجل تطوير النظام التعاضدي وتسهيل ولوج المنخرطين، وتواصل منافسات الفروس التقليدية اليوم الثاني على التوالي في إطار فعاليات مهرجان أسبوع الجمال في دورته السادسة. الورقة الثانية للنشر اخترناها لكم من السهرة الغنائية التي نظمت ليلة أمس بالسيدي إثني في إطار فعاليات مهرجان المدينة. وفي الرياضة، مدينة العيون احتضنت مساء اليوم مباراة نهائي كأس العرش في رياضة الرجبي بين فريقي مولودية وجدة ووداد قلعة السرعنة. قبل الختام يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الانترنت snap.com، كما يمكنكم متابعة البث الحي قناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية كوركاس.com، كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من أبل ستور وجوجل بلاي، كما تلتقون مع إعادة نشرة الأخبار غدا على قناة المغربية بإذن الله. بداية أسبوع موفق لكل مشاهدين الآن، وفي أمان الله.